وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الاتصال المرئي دكتور عمر العبيدلي، مدير برنامج الدراسات الاقتصادية في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. بداية سعادتك، لو تحدثنا عن العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. تتميز العلاقات الإماراتية البحرينية الاقتصادية بأبعاد متعددة. أول بعد هو البعد التجاري، التجارة السلعية والتجارة في الخدمات. هناك نجد أن الإمارات من أهم شركاء مملكة البحرين على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد التجاري. فعلى سبيل المثال في السلع تعتمد البحرين اعتمادا كبيرا على هذا الخط التجاري للمواد الغذائية، للإلكترونيات، الكهربائيات، الأثاث وغيرها من سلع ذات أهمية عالية. ونضيف على ذلك تجارة حيوية على صعيد الخدمات، على سبيل المثال الخدمات المصرفية، فالبحرين مشهورة كمركز للصيرفة الإسلامية، ونضيف على ذلك السياحة، فتعد الإمارات العربية المتحدة من أهم الوجهات للسواح البحرينيين، وكذلك الإماراتيون يذهبون بانتظام إلى مملكة البحرين للإجازات والسياحة، الإقامات السياحية القصيرة. نضيف على الصعيد السلعي الصعيد الاستثماري، فهناك يعني تاريخ طويل من الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين. البحرينيين يستثمرون على سبيل المثال في القطاع العقاري في الإمارات العربية، وأيضا في قطاعات أخرى على رأسها قطاع الخدمات المالية. وكذلك كون البحرين يعني من أهم المراكز المالية في المنطقة، نجد أن هناك الكثير من الشركات الإماراتية التي استثمرت في مملكة البحرين وتستفيد من البيئة الخصيبة على صعيد التجاري. وأيضا نجد أن هناك تبادل مهم فيما يخص الموارد البشرية. الاقتصاد الإماراتي كبير ويجذب يعني من المهارات والكوادر من كل أنحاء العالم، ويشمل ذلك من الكوادر البحرينية المتميزة. ونجد بالتالي بحرينيين يعملون في قطاع المالي في الإمارات، في القطاع الاستشاري، وغيره من قطاعات مهمة. نعم دكتور، كيف تنظر إلى مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟ نظرا لمتانة العلاقات الثنائية بين البحرين والإمارات، سواء سياسيا ولا اقتصاديا ولا دبلوماسيا ولا ثقافيا ولا اجتماعيا، من المتوقع أن تستمر الاستثمارات المتبادلة في النمو، وأن نجد المزيد من المشاريع المشتركة التي تجمع الطرفين. وبالتحديد نجد أن البحرين حسب خطة التعافي الاقتصادي تبعها وضعت أو حددت عددا من القطاعات المحورية التي يعني تسعى لاستقطاب رؤوس أموال من جميع أنحاء العالم، وعلى الأرجح ستكون هناك رؤوس أموال إماراتية مشاركة في هذه القطاع الاستثمارات، على مثلا في قطاع الأدوية، في قطاع الصناعات التحويلية، في قطاع خدمات تقنية المعلومات. وبالمقابل الإمارات يعني ما زالت يعني تنمو وتعرض فرصا جديدة للمستثمرين من كل أنحاء العالم، ولا بد أن البحرين صاحب رأس المال البحريني سينظر في الفرص المجدية التي دائما تتوفر في الإمارات العربية المتحدة، على رأسها الخدمات اللي متعلقة بالرياضة، اللي متعلقة بالترفيه والتسلية، لأن الإمارات العربية المتحدة تعد يعني من الوجهات المميزة لهذه الاستثمارات. نعم دكتور عمر العبيدلي، مدير برنامج الدراسات الاقتصادية في مركز دراسات، شكرا جزيلا لك.